واحد فيه في مكان قافل عليه باب بيخف يوم يفتح تاني. أسرار بنداري عنها عنين وكل واحد لأسباب ويقول يا ريت لو تنسى. وبعدين اعمل ايه دلوقتي؟ حازم بعد ما اتقبض عليه البوليس ممكن يفتش الشقه. ميعاد الجلسه قرب، شكله حسام هياخد حكم جامد. حازم ده عامل زي القطط بسبعة ارواح. طب ده حازم، وبالنسبه لفاطمه فين؟ مالها؟ مش هنقبض عليها؟ الف الف مبروك يا هاني. انت مش هتكلم مراتك؟ لولا العيال اللي في بطنها كان زماني رميتها في الشارع واديتها بالجزمه. انا متاكد ان انا اللي هكسب القضيه. إن شاء الله طبعا يا أشرف، أكيد هفكر في موضوع الجواز ده تاني. واحدة في الظروف اللي فيها أروى دي وعيلتها مدمرة وحالتها بالبلا، المفروض أنت اللي تقف جنبها. أنا عشان فاهم واحترم الظروف دي ما رضيتش آخد أي خطوة غير لما تفوق. الله، أنت بتقول إيه يا متر؟ يعني الثروة دي كلها تروح من إيدينا؟ يعني إيه يا حسن الكلام ده؟ يعني عايز تفهمني إن هو مديها بضاعة بخمسة مليون دولار وهيسيبها لها كده لله وللوطن؟ أكيد هيظهر. في الحالة دي بقى أنا محضر له حاجة. أنا وأروى شكلنا كده وصلنا لطريق مسدود. انت عايز تطلق أروى صح؟ ايه ده؟ انت
خرجت امتى؟ أستاذة أروى فؤاد هنداوي؟ أيوة. أستاذن حضرتك توقعي لنا هنا بالاستلام؟ استلم إيه بالظبط؟ ثانية واحدة. دي قسيمة طلاق. طلاق؟ ده أحلى خبر سمعته في حياتي يا أشرف. أنا قلت لك يا حبيبتي، أنا متأكد من موقفنا في القضية. فعلاً، أنت كنت عارف إنك هتكسب القضية. طب بقول لك إيه؟ شأن الأوان بقى ولا إيه؟ وانا موافقه، بس كان في حاجه كده كنت عايز اقولها لك. حاجه ايه؟ انا مش هقدر اطلق اروح. ازاي يعني؟ معلش يا ريم، موضوع طلاقي ده مساله مش سهله ومحتاج وقت. يعني ايه يا اشرف؟ يعني انا شايف ان انا وانت نتجوز ونبقى نشوف موضوع طلاقي من اروى ده على مهلنا. طب وانت ايه اللي خلاك تغير موقفك كده؟ بالعكس، انا ما غيرتش موقفي. أنا من الأول كنت صريح معاكي وقلت لك إن طلاقي منها مش سهل. عامة يعني خدي وقتك وفكري. من غير ما أفكر، أنا موافقة. ياه، هي الفلوس بتغير قوي كده؟ فلوس؟ قصدك إيه يا أشرف؟ قصدي إنك زهرت على حقيقتك. عارفة يا ريم، لو كنت اتمسكت بموقفك كنت على الأقل احترمتك. بس للأسف بقى غيرت موقفك في لحظة لما الموضوع بقى فيه فلوس. على فكرة أنا طلقت أروى. انطقي. حرام عليك يا حازم، لو مش خايف عليا خايف على ابنك اللي في بطني. ما انا شعرفني اللي في بطنك ده ابني. انت بتقول ايه؟ ما انا عايزاني اقول لك ايه؟ جبتي فلوس الفيلا منين؟ إيه؟ مين اللي جابها لك؟ دي فلوس امي. امك؟ امك مين؟ اروح امك. ماما قبل ما تهرب جت هنا وسابت لي الفلوس اللي انا اشتريت بيها الفيلا. اه، وطبعا عملت الفلوس دي من العمليات الوسخه اللي كانت بتعملها على العيله بتاعتي، مش كده؟ ماما بتقول ان الفلوس دي حق بابا وميراثنا، وطنط فريده تعرف كده كويس. ميراث ايه يا ام ميراث؟ انتوا مالكوش حاجه عندنا. اما الفلوس ابويا فين يا حازم؟ يعني انت كنت مصدقه كلام امك صح؟ عشان كده اتجوزتيني؟ كنت فاكره ان انا هبقى كوبري عشان تعرفي تجيبي فلوسك، مش كده؟ لا والله، انا ما كنتش اعرف اي حاجه لغايه الليله اللي اتقبض عليك فيها. ولو متضايق انا ممكن اكتب الفيلا دي باسم البيبي او حتى باسم. مش حازم هنداوي اللي ياخد فلوس مراته، خصوصا بقى لو كانت في الاساس الفلوس دي بتاعته. انا ممكن اكون عملت حاجات كتير قوي غلط في حياتي، بس عمري ما ندمت على حاجه على قد ما ندمت ان انا اتجوزت واحده زيي. لولا اللي في بطنك ده ما كنتش عشت يوم واحد. يا زباله. يلا ميرو. هو ده بقى مكان الشركة اللي قلت لك عليهم. تعالي. خفيش معاكي جو. مساء الخير. مساء الخير. أميرة، أستاذ محمد معتز. مساء الخير. اتفضل.
فين الباقي جوه؟ استاذ احمد جوه كلنا. سعاده الباشا. ايه يا اسامه؟ جايبنا على ملا وشه في يوم راحتي، في ايه يا ابني؟ في موضوع كده سعادتك كنت عايز اقول لحضرتك عليه. موضوع ايه؟ في رائد من مكافحه المخدرات اسمه الرائد وليد. مال وليد ده؟ حاطط موضوع ايهاب بيه يا فندم في دماغه. ايه ده؟ ماله ومال ايهاب؟ بيقول ان عنده معلومات ان ايهاب بيه ليه علاقه بشبكه عدنان اللي اتقبض عليها في مكافحه المخدرات الاسبوع اللي فات. ايه ده؟ مال ايهاب ومال عدنان؟ لا سعادتك الموضوع كبير جدا. اه طب تعالى تعالى بقى اقعد وفهمني كده من طقطق لسلام عليكم بالتفصيل الممل. تحت امر سعادتك. حنين 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 انا دايبه فيك حنين انا دايبه فيك حنين والغربه توهتني لكن ما غربتني عنك طول السنين شايلك فين عيني يا عيني واللي بينك وبيني أشواق كل الأحبة وحنين المحرومين يا عيني شايلك فين عيني يا عيني واللي بينك وبيني أشواق كل الأحبة وحنين المحرومين يا عين وحنين المحرومين أهيانا الحنين. برافو برافو. مرسي. قولي إيه رأيك بقى؟ هيا هيا الأمين. صوتك عظيم. طب تحب تخليها تغني حاجه تاني؟ تحب تسمع حاجه؟ اه نحطها بقى في اختبار صعب. ماشي حطها في اختبار صعب. عايز اسمعني غدا القاك لام كلثوم. لا يا عم يعني انا عايز اقول لك الحاجة، اصل هي البنت لازم تغني يكون هي حاسه، فاحنا نسيبها تغني اللي هي عايزاه، وغدا القاك ده اوعدك ان انا غدا اغنيها لك. ماشي تمام. غني اللي انت عايزاه يا امير. اه اقول لك انا بحب اغنيه منير يونس، تعرف تغنيها؟ اه طبعا. طب غنيها بقى. بعد كده هنغني غدا القاك بس الوقت غني بس. يونس في بلاد الشوق يا ولد الهلالي بتونسني دموع العين وانا فايت اهالي يا ولد الهلالي لا عليا ولا بي يا عزيزه يا بنت السلطان لو يتغير الزمان وقابلتيني في اي مكان كنت عشق من غير ما تقولي يوني. ترارا ترارا صح؟ صح نوم جميل خلاص بقى احنا مش هنحرق كل اللي عندنا يعني. قولي بقى ايه رايك يا حماده؟ عايز اسمع رايك المفصل. صوتك ليه كده شخصيه منفرده والله. يعني لما هتبقي مطربه مشهوره محدش هيتلخبط في صوتك. هو انا جايب لك اي حد عمال انا جايب لك يعني ومطربه يعني مفيش منها اتنين ده بص عامل بص كفايه وشها بس شايف عامل ازاي؟ هو فاهمك انا قصده ايه؟ قصده الشخصيه المنفرده لما تكوني ماشيه في العربيه ومشغله التراك بتاعك كل الناس تسمع تقول دي اميره محدش يتلخبط فيكي خالص صح يا حماده؟ بالظبط هو ده اللي انا قصده يا جماعه. عيب عليك برضه وانا سميها قديمه يعني. بصوا بقى انتوا الاتنين بالرغم ان صوتك حلو ايه الدخله دي؟ البنت مش عايزين بعد الكلمتين دول تبوظ الدنيا في ايه؟ اسمع بس كلمني للاخر يا جو. طب بلاش الدخلات دي. ما تلاقيش ما تلاقيش. صوتك حلو وانا عارف ان هو هيعلق مع الناس. الحمد لله. لكن مش هنقدر نغامر ونعمل الالبوم كله. احنا هنعمل اغنيه سنجل الاول. لا يا حماده كده بس الموضوع ما انت يعني عملت العلاقه غصص ولبس في الحيطه. المشكله لما نعمل البنت ونغامر ده بقول لك صوتها ما فيش منه اتنين. وبعدين انت تكسفني ده يا رجل. لا وصاحبي وطالع بيك في السما في ايه؟ مش انت اللي ملبسني في علي اغسطس؟ عايز تلبسني هنا كمان؟ طب خلاص خلاص انت البدله دي غيرتك على فكره. احنا بس عايزين نشوف الفيدباك بتاع الجمهور عليها ايه. ماشي نشوف الفيدباك يا اخويا بس اهم حاجه بقى لو هنعمل اغنيه واحده نعمل دعايه رهيبه يعني عايز البوستر بتاعها يبقى فوق السرير بتاعي كده من غير ما تخبطوا على الباب تعلقوه على طول. ها اكيد. امال انت جاي لي ليه؟ الاغنيه لما تبقى حلوه كلمات والحان صوتك هيفرد نفسه وهتبقى نجم ان شاء الله. انت عارف انت مشكلتك يا حماده انك فاهم قوي.
اكيد طبعا، بجد انا بشكر حضرتك قوي. طب وانا ايه؟ مش مفيش شكر؟ بشكرك برضه. ماشي. انا اللي اشكرك يا جوش. بس يا حبيبي، حبيبي ربنا يخليك ليا. يلا بينا. بس يا حماده، تعبتك معايا. على ايه؟ طول عمرك رافع راسي. انت عارف ان انت قاعد في المناخ. حبيبي ربنا يخليك. ما تسلميش على اي حد من الشله بقى، عشان كلهم عندنا ما حدش بيسال. ماشي يا حبيبي. ميرسي ميرسي جدا. يا ميرو، مبسوطه؟ قوي 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 قوي. بجد انا شايف الفرحه في عينيكي وحاجات كده. بجد النهارده اسعد يوم في حياتي يا يوسف. وانا كمان مبسوط انك مبسوطه قوي. الله يخليك، انا بجد مش عارفه اعمل لك ايه. ولا حاجه. شوفي هتدفعي كاش ولا هتعملي ايه. لا انا ما عملتش اي حاجه. لو انت بجد موهوبه وصوتك حلو، ما كانش الراجل انبهر الانبهار اللي شافه ده. لا انت تعبت بجد معايا. لا بجد انا ما تعبتش. انا عملت حاجه صغيره قوي، بس عايزك بقى لما تشتهري وتدخلي عالم الاضواء ما تنسيناش يعني. بص، هو انت هيبقى تعاملك على طول مع مدير اعمالي. لا انا عارف ان في جو نداله وموبايلي قفل وغيرت رقم تليفوني وحاجات، بس انا متعود. انا عارف. اخيرا افتكرتيني. معلش يا حبيبي، اعذري. انت من ساعه اخر مره ما جيتي ما افتكرتنيش تاني. ايه يا انجي، خايفه رجلك تيجي في القضيه ولا ايه؟ انا والله ابدا. انت كده بتظلمني يا حسام. عشان كده جيتي، بعد ما ضمنت ان رجلك مش هتيجي في القضيه ابدا. معقول يا حسام؟ ده انا فديك بروحي. انا لو كنت بفكر في كده ما كنتش جيت النهارده. ده انا ماليش غيرك يا روح قلبي. انت من يوم ما دخلت هنا وانا ماشيه حاسه اني تايه، مش عارفه اعمل ايه. خلي بالك، انا لما جيت لك المره اللي فاتت كانت بالنسبه لي مساله حياه او موت. كان لازم اجي لك عشان اقول لك على شكي في الكلب اللي اسمه حازم ده. مش كان ما حدش اصلا عارف يمسك عليه اي حاجه. ما انا قلت لك يا حسام ان الواد ده مش سهل. طب قول لي انا اقدر اعمل لك ايه وانا اعمله. انا مستعد اعمل عشانك اي حاجه. يا ريتك تقدري تعملي حاجه. حتى المحامي بتاعي مش عارف يعمل اي حاجه. انا ممكن احاول احط له تسجيل في مكتبه في الشركه. لا 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 لا، اوعى تعملي حاجه زي كده. اللي زي حازم ده بيشك في اي حد من الناس اللي حواليه، وبعدين لو اكتشف حاجه زي كده هيشك فيك انت. المهم طمني عليك، عامل ايه؟ هكون عامل ايه؟ انا كل يوم بصحى الصبح بحس ان انا هبدا حياتي من جديد، بعدين بفتح عيني بلاقي نفسي في المكان الزفت اللي احنا فيه ده. بس هعمل ايه؟ المشكله ان كل الادله ضدي، ده حتى المحامي بتاعي مش عارف يقول لي ايه. من الواضح كده ان انا هلبس حكم زي الزفت. ليه التشاؤم ده؟ ان شاء الله خير. لو المحامي ده مش عارف يعمل حاجه ما تقولي ياسين يشوف محامي تاني. ده في محاميين عقر بيعرفوا يبوظوا اي قضيه. ما انت عارفه ياسين، هجيب محامي زي ده منين؟ انا هحاول اشوف لك. خلاص يا انجي، الوقت بقى متاخر قوي. ان شاء الله خير. وهيجي منين الخير؟ بس اقسم بالله انا اول ما اخرج من هنا حتى لو بعد 100 سنه ناخد حقي من الكلب اللي اسمه حازم ده. عايز ايه تاني يا فرغالي؟ انت ايه ما بتشبعش فلوس؟ الله الله الله، ده تهديد ده بقى ولا ايه؟ قابلك؟ طب سيبني اشوف كده اقول. سلام. خير يا نور، طلبت تقابليني ليه؟ مبروك يا طارق على الطلاق. انت جايه ليه يا نور؟ جايه تشمتي فيا؟ اشمت فيك؟ اشمت فيك ليه؟ هو انت اصلا كنت باقي على الجوازه دي؟ بعدين انت زعلان قوي كده ليه؟ بيتي اتخرب وبنتي الوحيده مش طايقه تبص في وشي، عايزه تسيب البلد كلها وتهج بسبب، وعايزاني ابقى ايه؟ فرحان؟ اولا بيتك اتخرب دي ما عدتش تقولها، طول ما معاك فلوس كده هو على قلبك ما عدتش تقولها. ثانيا ان بنتك بقى تكون زعلانه منك فعادي،
كلها هي منها تيجي تصالحك. انت عايزه ايه بالظبط مني يا نور؟ ابدا، كنت قاعده كده من كام يوم بفتش في الجرايد، فشفت صوره صاحبك ده اللي اسمه ايهاب صفي. ايوه. وعرفت انه هرب بره مصر، فقعدت ادقق قوي في الصوره كده، فاكتشفت ان هو نفس الراجل اللي انت كنت بعته عشان يسرق بيتي، بس للاسف طلع حمار مسك كارنيه بتاع الشرطه بتاعه وهو بيهرب. فما حبيتش ابلغ عنك يعني البوليس بقى وانت لسه خارج، وصعبت عليا يعني، ما لحقتش حتى اقول لك كفاره، ما رضيتش ادخلك السجن تاني. طيب يا نور، متشكر يا رب. ايه المطلوب مني بقى بالظبط؟ ما تهدى بقى شويه، في ايه؟ انت مالك حامي عليا كده ليه؟ بقول لك يا نور خلصينا الله يخليكي، انا مش فايق لك خالص خالص. اوكي، عايز نرجع لبعض وننسى كل اللي فات. ايه؟ مبروك يا وليد، صدر قرار بترقيتك لرتبه مقدم. لا وكمان ايه، هتتنقل شرطه السياحه. ايه مالك، في ايه؟ مش مبسوط يعني؟ معلش يا فندم، هو ده عقاب في سوره الترقيه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا وليد؟ فندم انا ما لقيتش ولا هلاقي نفسي غير هنا يا ابني. في حد يتضايق انه اترقى؟ لا، وهتروح شرطه السياحه. وانا ايه علاقتي بالسياحه يا فندم؟ اعمل فيها ايه؟ ده مكان كله دلع. دلع يا فندم؟ انا ماليش في الدلع، ولا عمر ده كان طموحي. حضرتك عارف اللي عندي كويس جدا. صديقي اللي كان متربي معايا انا واخويا الصغير، بعد ما ابوه مات اتأثر جدا وبقى مدمن. اخويا حب يساعده، بس الاتنين أثروا على بعض جدا لدرجة ان اخويا كمان بقى مدمن زيه. كان نفسي اساعدهم، بس طبعا لقلة خبرتي والصغر سني ما قدرتش. وبعدين ما كانش في وقت، الاتنين كانوا بيحبوا بعض لدرجة انه ماتوا مع بعض بسبب جرعة زيادة. يا فندم أنا مؤمن بشغلي وبحب مكافحة المخدرات قوي. واضح إن المناقشة ملهاش معاك أي نتيجة يا سيادة الرائد، على العموم حضر نفسك أنت لمهام عملك الجديد، فاهم؟ صحيح يا أميرة، ما قلتليش قررت تعملي ايه في موضوع شغلك؟ والله يا يوسف انا لسه ما قررتش. انت شايف اعمل ايه؟ شايف اعمل ايه يعني؟ تاخدي رايي وبتاع وعايزه تعرفي. ماشي، انا هقول لك، بس قولي لي الاول انت بتفكري في ايه؟ انا بفكر استقيل خالص. طب وليه بقى بتساليني ما دام واخده قرارك وبتاع؟ أميرة احنا جايين كافيه عشان نتناقش في الموضوع ده، الحياه بقت غاليه ومينيمم وبتاع، ليه بقى القرارات العنتريه اللي مالهاش لازمه دي؟ يا يوسف انا بعد موضوع الحادثه ده طبعا اتحولت لمضيفه ارضيه، فأنا أصلاً اشتغلت الشغلانة دي علشان أنا بحب الجو وبحب السفر جداً، فأنا حاسة أن أنا مش هرتاح في موضوع المضيفة الأرضي ده. بتحب الجو؟ ها؟ ماشي ماشي يا عم، أنا بتحب الجو. وبعدين في الجو هم اللي خسروك على فكرة، لكن أنت على الأرض هنا أعمى ورانا أهو، وإحنا حواليكي. ولا أنت زهقتي مننا بقى؟ مش قصدي. طيب ما دام مش قصدك، أنا عايزك تاخدي وقتك وتفكري بالراحة. طيب أنت شايف أعمل إيه؟ ايه رايك تتجوزي تقعدي في البيت؟ خلاص خلاص بلاش الحل ده، نشوف حل تاني. تقعدي في البيت سنه كده بدون مرتب؟ اه سنه بدون مرتب، ايه المشكله يعني؟ تفكري براحتك وبهدوء، ومتهيألي بعد السنه ده هنكون يعني فهمنا موضوع الغنى ده روحتي فيه فين. هو انت حاسس اني ممكن افشل في الغنى؟ خلينا الكلام ده، ده انا مؤمن بالموهبه وبالحنجره العظيمه، وبعدين احنا ما نعرفش طريق الفشل، احنا نجاح بس. بس انا برضه عايز اقول لك على حاجه مهمه، مش عايزين نركز على الموهبه بس، ياما ناس كتير موهبتها فظيعه، ناس اقل منهم وعدوهم بكتير. طبعا، وعشان يعرفوا يديروا موهبتهم. مش كده وبس، عشان يعرفوا فين عيوبهم ويعرفوا يصلحوها. انا بجد اتعلمت منك كتير قوي يا يوسف. الحياه بتعلمنا كلنا، طول ما انت ماشي بتقف وبتقع وبتتعلم. وبعدين يوسف هنداوي ده مدرسه كبيره قوي على فكره. يا عم يا عم، مش قوي كده، خدنا جنبك. واضح ان احنا هنبقى جنب بعض الفتره اللي جايه كتير.
ادخل حبيبتي، تعالي تعالي وقتي جنبي. ايه يا ارو مالك؟ فيكي ايه؟ ماليش، بس اصلي شايفاكي كده متغيره بقالك مده، وكل ما تشوفيني تضحكي ضحكه هبله كده كانك عايزه تداري حاجه عليا. لا يا مامي انا كويس ما تقلقيش. انت زعلانه عشان جوزك بعيد عنك؟ لا يا مامي انا ما بفكرش في الموضوع ده خالص. مش عيب ابدا ان الست تصالح جوزها، الكبرياء والكرامه زياده عن اللزوم بيتقلبوا العجرفه فاضيه. مش عايزه اقول ياما بيوت اتخربت عشان سبب بسيط قوي، بس كل واحد فيهم بيعند وبيقول مش انا اللي هصالح، عشان شويه كبرياء عبط ممكن الواحد يدمر بقيه حياته، وممكن يدمر اطفال لو كان في اطفال، يدمر نفسيتهم لو ابوهم وامهم منفصلين عن بعض. حبيبتي اذا كنتي مش قادره ترفعي السماعه وتكلمي مش مهم، انا مستعده اكلمك. ايوه يا ماما تعملي كده. ايه مالك اتخضيتي كده ليه؟ لا اتخضيت ولا حاجه، بس عشان خاطري ارجوكي ما تعمليش كده. بقى بعد كل اللي قلته لك ده مفيش اي تغيير؟ ايه في هنا جسمه قديمه؟ يا ساتر. ارجوك يا مامي سيبيني براحتي. حاضر يا حبيبتي هسيبك براحتك، بس في موضوع تاني عاوزه اكلمك فيه. يا مامي خير؟ في دكتور شاب اتعين في المركز عند ملك. اوكي وفيها ايه؟ انا سمعت ان الشاب وسيم جدا. تقصدي يعني ملك ايه اللي خلاها تختار الشاب ده بالذات؟ انتي بتشكي في ملك؟ لا 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 اعوذ بالله، لا 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 انا بس بقول يعني خالد مش موجود ومحدش عارف ان خالد هيرجع ولا بعد الشر. لا يا مامي انا حاسه ان خالد هيرجع. يا رب يا ارو يا رب ان شاء الله. بس قصدك ايه بالكلام ده؟ انا مش فاهم. يعني خالد لو ما رجعش بعد الشر ثروتنا كلها هتبقى لابن ملك. ومين عمل فينا كل ده؟ يوه هنرجع تاني؟ هتقطميني تاني يا أربو على الموضوع ده؟ أنا آسفة يا ماما، بس أنتي حرمتينا من حقنا وعاقبتينا على حاجة إحنا ما عملناهاش، وده مش عدل. أنا كنت عاوزة أحميكم. النتيجة إيه؟ حرمتينا من حقنا. أنا مش عارفة أعمل إيه، حقيقة مش عارفة أعمل إيه. الموضوع خطير قوي يا ماما. قانونا ملك ما تقدرش تتجوز الا بعد ما تعدي 4 سنين من اختفاء خالد، وخالد ان شاء الله هيرجع. انا برضه مش مطمنه ومش مرتاحه. انا بفكر اقول لها نقفل المركز. ليه يا ماما؟ ما خالد هيرجع ويرجع يشتغل في المركز تاني. يا رب يا رب يا رب. كان فعلا معاك حق يا ماما، أنا محتاجة أخد وقت عشان أعرف أختار صح. يا ابني يا حبيبي أنت لازم تعرف إن مفيش حد في الدنيا دي كلها يهمه مصلحتك قد أمك، عشان كده أنا حذرتك لما لقيتك يعني داخل في موضوع وأنا متأكدة إنك بتنسى بأروى. كان عندك حق فعلا. أنا عايز أسألك سؤال بس عشان خاطري، رد عليا بصراحة. خير يا ماما. هو انت مش ندمان انك طلقت اروى؟ We'll be right back.
نعيش والذكرى فينا والجرح طول العمر، وفي أغلب الأوقات نسأل وما بنعرفش ليه سيبنا من إيدينا الحب دي ويمر. في كتير من الحكايات الحب ما بيكملش، ونعيش والذكرى فينا وفي جرح طول العمر، من ايدينا الحب يضيع ويعود. ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات، وهي هي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات، ان قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات. ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات، وهي هي نتيجة ما فيهاش اختلافات، إن قدرنا ونصيبنا نعيش على كانش نفسه يفضل قدام عينيه. مين فينا حب ضاعش مش ندمان عليه، مين فينا ما كانش نفسه يفضل قدام عينيه. ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات، وهي هي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات، كنا قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات.